أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. نشرت الفنانة المغربية دنيا بطن فيديو للنجم المغربي سعد المجرد وهو يغني أغنية يا لميمة. وأضافت بطمة: لن أقول سوى أدعو الله أن يقف معك في هذه المحنة وأن يهون عليك وعلى والديك ومحبيك. حتى إذا أخطأ فنحن بشر في الأول والأخير، مخطئ، نسامح، نتعلم. هذا حال الدنيا. وعلقت دنيا بخصوص بعض الشامتين في قضية سعد المجرد: بعد هذا الموقف لاحظت أن هناك أناس لا ترحم أناس، ليس في قلبها ولو جزء صغير من الشفقة والرحمة. فعلا الله يشفيكم من مرض الحقد والشماتة والكراهية والغل. ولا تنسوا أن الدنيا دوارة والزمن غدار، وهذا الفنان لا يحتاج إلى كلامكم الذي ليس له محل من الأعراب أصلا. جي في بالي وحش يغلب عليا، نبكي ونقول مالي، اش داني لهاد الشيا، فرقتنا الغربة، مكتاب الله علينا. لما تبكيش يا ميمتي دموعك غالين عليا، يا الميمة، يا الميمة. واختتم الدنيا كلامها بالدارجة المغربية مفاده: إن سعد المجرد في السجن والغربة وأهله يبكون ويتحسرون على ابنهم الوحيد، حتى وإن كان عدوا لكم فلا تشمتوا فيه بهذه الطريقة. جي في بالي وحش يغلب عليا، نبكي ونقول مالي، اش داني لهاد الشيا، فرقتنا الغربة، مكتاب الله علينا. لما تبكيش يا ميمتي دموعك غالين عليا، يا الميمة، يا الميمة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.